لا بد من البداية أن أوضح أن المراجع التي عالجت موضوع أسمهان تناولته من محور أحادي البعد، دورها في الحرب العالمية الثانية وحياتها الصاخبة، دون أن تلقي بالا لأثرها في عالم الغناء. نحن في هذا البرنامج نقدم أسمهان كعلم من أعلام الغناء العربي في محورين اثنين مختلفين. المحور الأول البحث في أثر وجود صوت كصوتها الرائع في تحريض تنافس كبار الملحنين لوضعها في قمة منافسة للقمة التي تربعت عليها السيدة أم كلثوم في عالم الغناء العربي. أما المحور الثاني فهو أن ننفذ إلى فهم أشمل لحياتها مستندين إلى الوثائق التي أنتجتها، وأقصد بذلك طبعا الأغاني والأفلام التي مثلتها، وسنجد أن تلك الأغاني والأفلام روت حياتها تماما. في هذا الحاسب تم بناء قواعد المعطيات اللازمة، تم بناء قواعد المعطيات اللازمة لأعمال السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب ورياض السنباطي ومحمد القصبجي وزكريا أحمد، ولكن طبعا قاعدة معلومات أسمهان، إنها تلك القواعد المعلوماتية التي تساعدنا على فهم ما جرى في تلك السنوات المبدعة. لنطلب من الحاسب تبيان قاعدة معلومات أسمهان. أول الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان كان في عام 1932. أما آخر الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان فقد كان في عام 1944. بين عام 32 و 44 هل كان هناك استمرارية في الأعمال الغنائية التي قدمتها أسمهان؟ لنطلب من الحاسب الآن أن يبين لنا حسب مختلف المراحل الزمنية كيف كانت أعمال أسمهان الغنائية. الحاسب يقوم الآن بحساب عدد الأغاني التي غنتها أسمهان في كل سنة من سنوات حياتها الفنية. بين عام 1931 و 32 سيعطينا الحاسب الآن عدد الأغاني التي غنتها أسمهان في تلك الفترة، إذن هنا ثمانية أغاني. الآن نتوقع هنا شيئا لا نجد، إذن بين عام 38 و 41 هناك 20 أغنية، ولكن هناك توقف هنا. أما بين عام 43 و 44 فهناك كما سنلاحظ سبع أغاني. ألا نلاحظ اضطراب المسار الفني لأسمهان وتأثر ذلك المسار باضطراب حياتها الاجتماعية والسياسية؟ نلاحظ أن الفترة الأهم في حياة أسمهان هي بين عام 38 و 44 بعد توقف دام 6 سنوات. لنتساءل الآن ماذا غنت السيدة أم كلثوم قبيل تلك الفترة، أي في عام 1937. نتوجه إلى الحاسب بالسؤال ولنختر من أغانيها إحدى الأغاني التي غنتها في عام 37، مثلاً أغنية يا مجد يا ما اشتهيتك من شعر أحمد رامي ومن لحن محمد القصبجي، غنتها السيدة أم كلثوم في فيلم نشيد الأمل. يعتبر مونولوج يا مجد ذروة المعاصرة والحداثة التي وصلت إليها السيدة أم كلثوم مع رائد التجديد محمد القصبجي.